ها انتم الناس كتقولوا لي الظهر ديالو ما زوينش يشوفوه الناس. المهم الناس قبل ما نبداو الفيديو كنقولوا ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحم هاد الوليد. الصراحه بقى فيا الحال وكيف قلت البنات اللي في الانستغرام الفيديو ما قدرش نتفرج فيه اللي كيهضروا عليه هذا لانه عينه صافي بركة. كل مره كلنا عدنان كلنا فاطمه كلنا حنان كلنا فلان كنسمعوا بزاف هاد الشيء كيكثر الاغتصاب والقتل الاغتصاب والقتل. صافي بركة راه حنا بغينا هذا اللي غسل هاد الوليد بغيناه يتعدم. ما كاينش إيه الحبس اعدام باش يكون عبره لاي واحد غادي يعاود يغلط بحال هاد الغلط اللي دار هاد الانسان. هذا راه ماشي نورمال. هادو اللي كيديروا لوليدات وكرم ماشي نورمال. وحوش في صفه انسان يعني لو كان بصح صحيح وبعقله ما غاديش يعذب هاد الولد ويقتله. غادي يفكر يقول شي نهار تكون عندي بنتي غيكون ولدي عندي امي عندي خويا عندي. هذا ما كيفكرش هذا ما عندوش العقل. هذا عنده واحد شويه تيقول ليه ديال الكوارث هادشي اللي كاين. المهم الله يرحمه والله يصبر الوالده ديالو والوالد ديالو بقاو فيا من غير من جيت الصوار بقاو فيا الصراحه وبقى فيا هاد الوليد. الصراحه هادشي راه بزاف والله عينا من هادشي بركه والله. كنقول انا الحمد لله اللي صراحه ما بقيتش في البلاد. راه هادو هما اللي كيكرهوك في بلادك والله الا بحال هاد الكنوس هادو هما اللي كيكرهوك في بلادك. راه اش نقول لكم راه الاخبار ديالنا راه ولات في العالم راه في العالم. لا حول ولا قوه الا بالله. عاجز اللسان عن الكلام بقيت قادره نقول حتى شي حاجه. لا تعليق لا تعليق. الله يرحمه في هذا النهار والله يصبر الوالدين ديالو. المهم البنات صباح الخير عليكم اولا نهار. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد يوم السبت. اشنو صبحنا صبحنا على واحد هذاك سطح العمل باش هشام غادي يقادو راه هو خرج برا. فطرنا وسالينا كلشي ها انتما هي حطها برا باش غادي يقادها ويحطها على هنايا. هنايا حطينا واحد الكويسات باش ناخذوا عليهم العبار لان الرجيلات اللي غادي توقف عليهم هاد سطح العمل غادي يكونوا قد هكا. ايوا خدينا عليهم العبار باش نشوفوا كيفاش غادي يجيو. ومهم حنا راه مازال مرونين. كي دايرين نتوما لاباس عليكم اش اخباركم غادي مزيان؟ الجو تاني راه بدا كيولي سخون 24 25 جايه 30 تاني معمرني ما شفت في شهر 9 ولا شهر 10 هكا هاد الجو فيه 30 وهادشي ما كيكون هذيك 20 19 صافي. يلا البنات اليوم باغا ندير شويه الحوت. راه جبت الحوت اللي كنت ديجا وريتكم نديرو اليوم. ها هو بنتي ها اشنو بغيتي؟ قالت خدمي ليا ها قلبي ها قلبي جيت جري حيت درت لها باوزا. ايوا راه مشات قالت لك لا واش عليها. يلا نتلاقى معكم من بعد. بقيتي هنا ناي هما البنات قطعه راهي فين هي دابا الطرفه شنو صافي مالك ما دير بيه؟ نوضوا اليوم هانتم الشام من ايكيا حتى مي كنت تما ما بارطاجيتش معكم فاش كنت كنشري فيها ما بارطاجيتش معكم حيت نور راه شفتوها مقلقه ديما في ايكيا كتقلق معاك كنبقى ندور فيها بزاف. ايكيا كبيره وكتقلق فيها دغيا صافي كتقولك بغيت نرجع. ايوا هادشي اللي كاين. المهم تان نكمل ونرجع معكم.
جاب رجيله البنات، ها هما كيفاش دايرين، زلتهم في هذا اللون باش على الاقل كيجي مواتي شويه مع اللي ديال الفران. المهم هذا هو اللي غادي يجينا هذا اللون في الكوزينه. ما بغاش ندير الابيض. جاب ربعه البنات من هاد الصغيورين باش يشد بهم رخامه، وخا جات خارجه من هنايا ماشي مشكل. هذا انغاح ماشي مشكل، يبقى خارج هكا بعد شويه. وهذا اللي دايز هكا هو يجي كراسه، يدخلوا حكا. كنا عبرنا بهاد الكيسان، هما نفس العبار ديال هادو 80 ياك. وجبت شي جوج رجلين يمكن كبار. لا هادو راه جابوهم البنات من ايكيا، هاد الصغار ربعه بشحال يا هشام؟ ربعه 9 أورو، هادو 25 أورو. هاد الصغيورين ربعه، جاب ربعه هانتوما تشوفوا. رجع شويه الكاميرا، جاب ربعه، جوج من هنا وجوج من هيها ب 9 أورو. وهذا اللي شاد في يده هو، ها هي شاده في يده، راها كدير بشحال الوحده؟ 25 أورو الوحده البنات، غالين ولكن راه عريضه. ها راه عريضه هي شاده في يده. تلقاوهم في ايكيا البنات. مهم الاخوات كاين اللي عجبهم بزاف هاد الايدي، هاد الفكره. حتى حسنة صاحبتي عجباتها، قالت لي زوينه هاد الفكره. والله حتى جارتي عجباتها جارتي وجاري عجباتهم، قالك لي زوينه بعدا غيولي عندك بعدا فين تخدمي مره اخرى. هاد القنيته هادي غادي نديرو ركن القهوه كافي باش تكون قريبه للناس، ماشي القهوه اللي كان يعني. غادي ندير هذيك الكابسول، وهي اللي غادي ندير تما في القنيته، وغادي نديكروهم بعد. غادي تشوفوا معايا كل شيء، وحداها من هنايا غادي ندير القهوه، قطره القهوه الاخرى اللي كندير فيها الفلتر. المهم انتم غتشوفوا معايا كل شيء. الماغنيترون ما غاديش يرجع هنا، يعني الميكروويف ما غاديش يرجع هنايا، غادي نديرو في بلاصه اخرى. ايوا انتم سيداتي شتي كيفاش جاو، كيحمقوا، جاو زوينين وعجبني سطح العمل. واللي عجبني فيه هو عريض، عريض بزاف. يعني هذيك القنيته كلها غتجي فيها لاباري ديال القهوه، هذيك اللي لهيها هذه، وحداها غتكون هذه، وصافي. شي ديكورات في الحيط هكا باش يتوالموا مع ركن القهوه. قولوا لي رايكم كيفاش جات، انا عجبتني بزاف، ولكن مازال خاص هذا الشيء يكمل. ها نتوما في العرض كيفاش دايره، خطيره. بعد الكوزينه كتبان بعدك كبيره، دابا مع هذا غادي تولي كوزينه كبيره. شو هاد اسبيراتور كتبان بحال شي حنجي. المهم حتى تقول لي الراي ديالكم، وراه قلنا لكم كلشي بالاسمنه وفين كيتباعوا بحال هاد الرجيلات. كيف قلنا لكم شحال عيشه؟ 22 اورو الوحده، 29 ويه 25 اورو الوحده، يعني بجوج جاوا ب 50 أورو. وهاد الصغيورين راه كاين اللي بغيتي، شكل اللي بغيتي، كل وحده والثمن ديالها. هادو اللي عزلت انايا بسميتو ب 9 أورو الوحده، كاينين ديال 7 أورو، ب 4 ب 9 أورو. هادو بحال ميطال تما، بحال شكل رجلين، هما اللي غادي يجيونا. قال لي هشام وحدين راه كيتباعوا البنات بحال عوجين واحد شويه، ديكورهم هكاك ما عجبونيش. قلت لي هادو هما اللي غادي يجيو زوينين، وفعلا نلقى حتى الرجلين الكبار موالمين. المهم التتمه ديال هادشي كامل غادي تشوفوها معايا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.
المهم انا اي حاجه درتها راه كنبارطاجيها معكم هكا اخوات اللي بغاو ياخذوا افكار ولا شي حاجه. وها علاش ما حيدنا الحيط؟ البنات اللي تيقولوا ردي الحيط، الكوزينه تبقى مستوره، علاش اختي تبقى مستوره؟ راه ولاو دابا الريستورات، الريستورات راه ولاو ما كيسدوش الكوزينه، كيخليوهم حلوله وكيبان لك بنادم كياكل وكيشوف في الناس كيطيبوا. قليل اللي باقي كيسد الكوزينه، دابا راه ولا كلشي كيفتح ويطيب قدامك ويخدم قدامك. ايوا هذه احنا غاديين مع الوقت، هذا اللي كاين. التتريات جاو زوينين معاهم هاد القدام، هاد القدام كانوا عندي كنا خديناهم بثلاثه بستين اورو شي حاجه. وتاد العود جا غزال، هدى راه كتسحب هاد العود يلا جبناه. هدى جات قالت لي هادو جداد، قلت لها ويلي على جداد القدام، قلت لها ايوا مابقاتش عاقله. ايوا هذا اللي كاين. الحوت راه حطيته في الفران يطيب، ما هو باش نتعشاو. ايوا هذا اللي كاين. البنات احنا كملنا او كمل هشام شتو كمل كل شيء. اخوات اللي شافوا في الفيديو السابق شافوا الرخامه، حتى انا يلاه كنقرا التعاليق ديالكم ديال الفيديو السابق، كيقولوا لي انا كنت يلاه جبت الرخامه وبانت لكم محطوطه، ياك بانت لكم محطوطه وخارجه من هنا، ياك خارجه من هنا، راه كنت يلاه جبت البنات وحطها، يعني باقي ما كملناهاش. كلشي بنات يقولوا لي نقصي منها، راه جات مضيقه. ها انتما شو شحال تاع اتساع في الباب دابا شتو. ما نقصنا منها حتى حاجه، غير دفعناها للحيط. شتو فين دفعناها؟ دفعناها لهي ها للحيط. شحال فات هذيك البوله؟ الله يعطيك الستر، والو مضويه على ما هاد الدريات كنا جاو هنا يضويو علينا هما كاينين هنا. المهم علينا، دابا غادي نضرب عليها بواحد المسحه وغادي نحط فيه هذاك الشيء اللي غادي نحط فيه وغادي يبقى، وغادي تشوفوا معايا كل شيء صافي. وقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق، ام احسن هذا ولا حيط مدرك؟ هذا غنستافد منه انا، نمشيو بعيد مع هشام فهمتي. هكا هشام حيد علينا هادشي ديالك الحطه بالبنات، انا غطيته. دابا اول حاجه غنعطي النور بعد التعشى، حيت بقات لها واحد السويعه وغطلعت نعس. حنا ما فيناش الجوع، شاو كيك ما فيه جوع، حتى انا فيا الجوع دابا. ها الحوت ديالنا مع خضيره، ما درتش فيه خيزو، درت فيه بطاطا، القرعه، اللوبيا الخضراء، جلبانه، راكم شفتوا معايا كلشي، بطيشه والفلفله وداك الملفوف الصغير. دابا نحطوا النور شويه د الخضره، انت تبغيش مطيشه حطوا لها تبرد. البنات قالوا لي نهار جات هدى علاش ما جبتش ربعات الحوتات، كنت في السوق البنات وما مشيت لي، حتى خرجت من بنتي من المدرسه الا عقلتو ياكو. ملي خرجت بنتي من المدرسه مشيت انا وياها للسوق، ولقينا غير هذوك الثلاثه اللي بقاو ديال دوراد، وانا كيعجبني دوراد، ورا الحمد لله راه كل شكله وشبعوا، يعني ماشي بقى فيهم الجوع ولا هذا، راه بقات غير واحد الطرف حتى واحد ما بغى ياكله. وما كيعجبهم الحوت والخضره، انا حطينا تبارك الله بزاف ديال الخضره وبطاطا مسلوقه وشلاضه. الحمد لله بنادم راه كل واحد خيره في محاله، وبنادم ما مشاش بالجوع، كل شيء كلا وكل شيء الحمد لله. المهم هو انا حطيت ليها، غادي نغطيه باش يبقى سخون. هذا سميتو فوريل، فوريل واقعنا على ما قريتي لقيت عاقله. ايوا نوري برد ليها وديك الساعه نحط ليها نعطيها تاكل، عاد نقي لها الحوت. اخواتاتي هذا هو القنت اللي غادي تجي فيه قطاره ديال القهوه ديالها، شفتو غادي تجي زبيده. غادي نسوق شويه هنا باش نحط الديكور. وقطرت هي المهم كل واحد كيديكوري دارو كيف بغا. نهز لكم شويه الرؤيه باش تشوفوا، كل واحد كيديكوري دارو على ذوقو. اذواق تختلف ولا تناقش يا فتيات
حتى واحد ما غادي زعما يدير شي ديكور اللي غادي يعجب كل شيء. نقدر حتى انا نكون في الدار ديالك اختي وتكوني انت دايره شي ديكور اللي انا ماشي من الذوق ديالي. هذه هي الحياه، كل واحد كيتطبر ما كيفرق الريوس الا كل واحد كيدير اللي بغى اللي غيرتاح فيه. نجيب لكم هذا غادي نحط هذه هنايا حتى نجي نعمرها دابا، راه خاوي غادي نعمرها دابا. شفتوا كيفاش جات؟ وهنا غتبقى ركن خاص للقهوه تمايا. هشام اجي شوف، هذيك هي القنيته اللي غتبقى ديالها. اجي شوف البنات، غنقرب لكم الصوره باش تبان لكم مزيان. ما غاديش يبان لكم، ها هكا غيبان لكم مزيان. حطيناها حداها. هانتوما البنات بزاف تيقولوا لي الظهر ديال الماغنيترون ولا الظهر ديال لابارات قهوه ماشي زوين للناس. واخا انا هذه لصقتها هنا، عطيتها بالظهر وحطيت حداها هذه. شفتوا كيفاش جات؟ شفتوا هذا هو الركن ديال القهوه. هذا ايرسيرو كراميل. كتنسمي به القهوه، ما فيهش الكحول. البنات اللي غيقولوا لي فيه الكحول غنوريكم شنو فيه. فيه سكر وفيه الماء وفيه اغوما وفيه فودينغ سور وفيه سيترون زور وكلور ستوف ملون. فيه اسمك ديال اللي هو شويه حامض والحامض. هشام غادي يدير لي هادي باش نبقى نحط فيها. هو فين انت؟ المهم ها الطاجيره رجع حطها، رجع حطها. غادي يدير لي البنات هادي غادي يديرها باش نبقى نحط فيها بزاف الحاجات اللي غادي نديرهم في القهوه. بحال هادو غادي ناخذ منهم بزاف ان شاء الله وغادي نبقى نسمو بهم القهوه. المهم البنات دابا غنجيب هشام نشوف بعدا هذاك الميكرو اوند واش غادي يجيني تما. هيا الصاب يجي، الصاب وهي الصاب ويجي فوق الفران الصغير. ها نتوما البنات كتقولوا لي الظهر ديالو ما زوينش يشوفوه الناس، ولكن البنات نقول لكم علاش. راه حيت ما كانش عندي فين نديرو، ما كنتش لاقيه بديل، راه عندنا ما نديرو داكشي كيجي بشويه بشويه. ولكن شوفوا واش يتحل ليا مزيان ولا ما غيتحلش ليا مزيان. شو غتحبلو تحبسو اندوكسي الباب ني غنحط فوق الفريرين الصغيور. جيبو تا هو ورا فيه جوج بريزات تما الفوق حداه ديال الفران وديال الفران. ها واش البنات دابا هاكا جا حسن ياكم هنايا. انا صافي جاني احسن بلا ما نحطو لها ويبقى داك القنت خاوي ما ندير فيه حتى حاجه اخرى. تمن هذوك لي زاباغات غيتكونوا غير الماس، يقدروا الماس يكونوا حطوطين ومقراش ديال الضو، مقراش ديال الضو غادي يكونوا محطوطين هنايا. ولا نقدر نحطهم لتحت ما عرفت نشوف. ها انتم سيداتي كيفاش جاوا؟ شفتوا غادي يجيني حسن حسن ما يتحل الباب هنايا. ها صافي هذا حتى هو. البنات اللي سولوني على هذا الفران الصغير كنت شريتو هذه شي بزاف. شحال سكننا في غيلموند؟ 4 سنين. شحال؟ مشينا سكننا في 2014 ونور تزادت في 2000 ونص. عامين
اللي سكننا في هيرموند كنت شاريه على هنا شحال 4 سنين سنين هو عندي كنت شريته من البلوكر كانوا جابوه في التخفيضات قالوا راه غادي يكون ب20 اورو ومشيت هزيته طرت بيه من بلوكر الله يعمر ليه الدار شو شحال هو عندي كنسخن فيه الخبز كنسخن فيه الدجاج اي حاجه بغيتي تسخنيها كيسخنها ويقرملها لك كاع وهذا خلاص هذا راه انا جيت لقيته هنا ما شحال شحال من عام عنده راه يلا لقيتوني قلت له هشام خصنا نبدلوه صافي راه مهور سميتو سامسونج كذا متشرفين ولا خو سميتو طومادو المهم البنات اللي غادي يقولوا لي مثلا ما جاكش تما ولا شي حاجه ديري هنا انا عارفكم غتنعتوا لي هنا غادي تنعتوا لي على هاد البلاصه غتقول لي قول هشام يديك شي طاجيرات وحطيه فكرنا في هاد الصون ولكن حنا راه من بعد هذه غادي نحيدوها وقال لك هشام واقيلا غادي ناخد واحد الماريو هنا طويل ونبقى يكون في طاجيرات ونعمرو بداكشي اللي بحال لي ماشين وداكشي ما يتحطش هنا فوق سطح العمل نديرو تمايا ويكون مسدود وهذه راه غادي نحيدها يعني صافي راه ما بقاتش بلاصتها تمايا المهم شويه بشويه قالك قدره قدره كيحمل واد وسربه سربه كالحمام وبالمهل كياكل كيتكلفو دنجاح داكشي بشويه بشويه البنات راكم عارفين الدار كيفاش كانت وهي غاده بشويه بشويه هادي حتى هي غادي تبدل ديك التريه اللي كاينه في صالامون جي حتى هي غتبدل لان صافي واخا كنمسحها من الغبره داكشي مات فيها ايوا شنقول لكم يلا نتلاقى معكم من بعد الحوت ديالنا راه طاب كيف وريتكم نور تعشات دابا نمشي نبدل لها حويجات ونتسنى واحد شويه ونطلع عاد نعس والله يعفو ناخذ هاد المجوره اليوم ما ساليتش نمشي ناخذهم ناخذ المجوره وديك الساعه كلشي داك طبق جيجي يرجع هنايا انا غادي نشوف امتى صافي ايوا تهلاو في راسكم خليو ليا في التعاليق كيفاش جاكم سطح العمل سلامه